بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الأنظار كلها متجهة اليوم إلى العاصمة الرباط، لأن الأساتذة من جميع ربوع المملكة حجوا إلى هناك للمطالبة بحقوقهم لإسقاط النظام الأساسي المجحف في حقهم. طبعا دائما كتبقى هذه الشريحة هي الركيزة الأساسية في تنمية البلاد. علاش؟ لأن التعليم هو يعني كل شيء في هذا الوطن وفي كل الأوطان، يعني في العالم بأسره. إذن لابد من تمكين هذه الشريحة من الحقوق ديالها كاملة غير منقوصة، وإرجاع يعني الأساتذة إلى حجرات الدرس، وبالتالي التلاميذ طبعا هم الآن يعيشون هدر يعني مدرسي لا سابق له ولا مثيل. نتمنى يعني الأصوات ديالهم توصل، ونخليكم مع هذا الفيديو. والأستاذ ديما محبوب.